كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تعشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. ما زلنا في هذه الحلقات نواصل الحديث عن المد، وكان قد وقف بنا الشرح في الحلقة الماضية عند المد السابع من أنواع المدود التسعة التي لا غنى لقارئ القرآن عن معرفتها، وهي المد الطبيعي، ومد البدل، ومد الصلة، والمد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، ومد العوض، والمد اللازم وهو الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة، والمد العارض للسكون، ومد اللين. هذه تسعة أنواع من أنواع المدود لا يسع قارئ القرآن جهلها أبدا. المد الطبيعي هو المد الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون. مد العوض هو التعويض عن تنوين النصب حالة الوقف بألف تمد بمقدار حركتين. والمد الجائز المنفصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة، حرف المد يأتي في آخر الكلمة الأولى وهمزة القطع في أول الكلمة التي تليها. والمد المتصل هو أن يأتي حرف المد وبعده همزة في الكلمة نفسها. ومد الصلة هو صلة هاء الضمير التي يكنى بها على المفرد الغائب المذكر بواو لفظية إذا كانت الهاء مضمومة، وبياء لفظية إذا كانت الهاء مكسورة، بشرط أن تقع هاء الكناية بين حرفين متحركين. ومد الصلة ينقسم إلى قسمين، عندنا صلة صغرى وهي التي يكون الحرف الذي بعد هاء الكناية أي حرف من حروف الهجاء باستثناء الهمزة. أما الصلة الكبرى فهو أن يأتي بعد هاء الكناية همزة. هذه المدود الستة شرحتها وبينتها شرحا وافيا كافيا في الحلقات الماضية. اليوم نتحدث كما ذكرت لكم عن المد السابع من أنواع المدود، وهو المد اللازم. قبل هذا أريد أن أرجع معكم إلى أقسام المد. المد عندنا مد أصلي وهو المد الطبيعي، والمد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، وألحقنا به مد البدل، وألحقنا به مد العوض، وألحقنا به مد الصلة الصغرى، وقلنا أن هذه المدود كلها تمد بمقدار حركتين. القسيم الثاني من أقسام المد هو المد الفرعي، وهو الذي يتوقف على سبب، وهذا السبب إما أن يكون همزة وإما أن يكون سكونا. المدود التي سببها همزة، المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، ومد الصلة الكبرى، وذكرت لكم مقادير هذه المدود. المدود الفرعية التي سببها سكون ثلاثة: أولها المد اللازم، وثانيها المد العارض للسكون، وثالثها مد اللين. يعني أن المد اللازم الذي سنشرحه إن شاء الله في هذه الحلقة هو من المدود الفرعية التي سببها سكون.
المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. هو أن يأتي حرف المد، وتعرفون أن حروف المد ثلاثة: الألف والياء والواو السواكن المجانس لها ما قبلها، الألف الساكنة المفتوح ما قبلها ولا تكون الألف إلا كذلك، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. حرف المد هذا يأتي بعده حرف ساكن سكونا أصليا، لابد أن يكون هذا السكون سكونا أصليا، يعني أن هذا السكون يبقى سواء وقفنا على هذه الكلمة أو وصلنا هذه الكلمة بما بعدها، لأنه عندنا سكون عارض. هذا سيأتي معنا لما نتحدث على مد اللين ونتحدث على المد العارض للسكون. السكون العارض يكون فقط إذا وقفنا، لكن إذا وصلنا الكلمة المنتهية بهذا السكون بما بعدها فإن هذا السكون يتحرك. هذا سنأتي عليه إن شاء الله. لما نجد حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، يعني أن هذا السكون إذا وقفنا على هذه الكلمة موجود، إذا وصلنا هذه الكلمة بما بعدها أيضا موجود، هذا هو السكون الأصلي. ومثال المد اللازم قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على قراءة من قرأ ومحياي بإسكان الياء، ومنهم صاحبنا قالون رحمه الله تعالى. لاحظوا أن كلمة محياي إذا وقفنا عليها فإن الياء ساكنة، عندنا حرف مد وهو الألف وبعده ياء ساكنة. أيضا إذا وصلنا هذه الكلمة بما بعدها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إذا وصلناها بما بعدها أيضا هذه الياء تظل ساكنة، لأن سكونها هو سكون أصلي. هذا مد لازم، حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. أحيانا هذا السكون الذي يكون بعد حرف المد هو عبارة عن حرف مشدد، مثلا: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كلمة الضالين هنا عندنا حرف مد وهو الألف، وبعد حرف المد هنا عندنا لام مشددة. ولا شك أنكم تعرفون أن الحرف المشدد هو في حقيقته يتألف من حرفين، أولاهما ساكن وثانيهما متحرك، هذا هو الحرف المشدد. فكلمة الضالين هنا عندنا ألف وهو حرف مد طبعا، وبعده لام ساكنة وهي اللام الأولى من اللام المشددة، الضالين، اللام الأولى من اللام المشددة هي لام ساكنة. وهذا حال كل حرف مشدد، الحرف المشدد هو في حقيقته يتكون من حرفين، الأول منهما ساكن والثاني منهما متحرك، أدخل هذا الحرف الأول الساكن في هذا الثاني المتحرك فصار النطق بحرف مشدد يرتفع عنه المخرج ارتفاعة واحدة. فكلمة الضالين مثلا، هذا المد الذي هو فيها هو مد لازم، لأن عندنا حرف مد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا. مثلا: الحاقة ما الحاقة، أيضا عندنا حرف مد وبعده حرف مشدد وهو القاف، والحرف المشدد هو يتألف من قافين، أولاهما ساكنة وثانيتهما متحركة. قال: أتحاجوني في الله، عندنا هنا أيضا حرف مد وبعده حرف مشدد، والحرف المشدد هو يتألف من حرفين، أولاهما ساكن وثانيهما متحرك. هذا هو المد اللازم باختصار. لما نجد حرف مد وبعده حرف
مشدد أو بعده حرف عليه سكون وهذا السكون أصلي، فهذا المد هو مد لازم ويسمى بالمد اللازم وحكمه اللزوم، لأن كل القراء أجمعوا على مده وكلهم أجمعوا على مقداره، فلا خلاف بين القراء في أن هذا المد يمد بمقدار 6 حركات. مر معنا المد الجائز المد المنفصل، ذكرنا أن القراء اختلفوا في مده وقصره، منهم من يقصره ويمده كالمد الطبيعي بمقدار 2 حركات، ومنهم من يزيده على مقدار المد الطبيعي، ولذلك قلنا أن هذا المد حكمه الجواز. أيضا مر معنا أن المد المتصل حكمه الوجوب، وذكرت لكم أن هذا المد واجب لأن القراء أجمعوا على مده ولكنهم اختلفوا في مقداره، منهم من يمده بمقدار 4 حركات، منهم من يمده بمقدار 5 حركات، ومنهم من يمده بمقدار 6 حركات. أما المد اللازم حكمه اللزوم، لأن القراء أجمعوا على مده، لا أحد من القراء يقصره، لا أحد من القراء يمده بمقدار 2 حركات البتة، وأيضا أجمعوا على مقداره، فكل القراء بلا استثناء يمده بمقدار 6 حركات. هذا المد اللازم أحيانا يكون في كلمة كالأمثلة التي ذكرتها لكم، الحاقة ما الحاقة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال أتحاجوني في الله. وتارة يكون هذا المد في الحروف المقطعة في أوائل السور، الحروف المقطعة مثلا ألف لام ميم حاميم طاسيم ميم، تارة يكون هذا المد في هذه الحروف المقطعة التي سأتحدث عنها إن شاء الله بعد أن نخرج إلى هذا الفاصل القصير، فحياكم الله. تلاوات كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. كنت قبل الفاصل أتحدث عن المد اللازم، وذكرت أن المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، وذكرت لكم أن القراء أجمعوا على مده وأجمعوا على مقداره، فكلهم يمده بمقدار 6 حركات. هذا المد إما أن يأتي في كلمة وإما أن يأتي في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور، الحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء ألف لام راء، هذه الحروف المقطعة. فهذا المد المد اللازم يمكن أن يأتي في كلمة مثل الحاقة الصاخة الضالين محياي، في كلمة، هذا يسمى بالمد اللازم الكلمي، المد اللازم الكلمي لأنه يأتي في كلمة. وإما أن يأتي في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا نسميه بالحرف المد اللازم نسميه بالمد اللازم الحرفي، بالمد اللازم الحرفي. انتبهوا لهذا التقسيم بارك الله فيكم،
لو في كلمة نسميه بالمد اللازم الكلمي. لو في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور هذا نسميه بالمد اللازم الحرفي. ثم ننظر هل هذا السكون الذي بعد حرف المد هو عبارة عن شدة، يعني والشدة هي في حقيقتها تتألف من سكون وحركة، الحرف الأول ساكن والثاني متحرك كما ذكرت لكم قبل الفاصل، أم أن هذا السكون الذي بعد حرف المد هو عبارة عن سكون فقط يعني غير شدة؟ مثلا دائما الأمثلة توضح أكثر. مثلا قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، طبعا هذه فيها قراءتان ومحياي ومحيايا، لكن الآن عندنا في رواية قالون رحمه الله تعالى تقرأ بالإسكان ومحياي ومماتي. الآن حرف المد بعده سكون، هذا سكون فقط محياي ومماتي، ولما الحرف نقول أن هذا حرف مشدد ما الذي يقابله؟ يقابله الحرف المخفف. انتبهتم؟ لما نقول مخفف يعني لا شدة عليه، ولما نقول هذا مشدد يعني هذا عليه شدة. فإذا كان السكون الذي بعد حرف المد مخففا يعني غير مشدد فهذا نسميه بالمد اللازم الكلمي، لأنه في كلمة المخفف مد لازم كلمي مخفف مثل محياي سكون فقط. لو كان هذا السكون الذي بعد حرف المد شدة، والشدة ما بها؟ الشدة الحرف المشدد هو في حقيقته يتألف من حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، أدغم هذا الأول الساكن في الثاني فصار الحرف مشددا. إذا كان الحرف مشددا مثل الحاقة الطامة الصاخة أتحاجوني، إذا كان شدة فهذا نسميه مد لازم كلمي لأنه في كلمة مثقل. انتبهتم؟ مد لازم كلمي مثقل. إذن الآن ننظر، إذا كان المد في كلمة فهذا مد لازم كلمي، إذا كان السكون الذي بعد حرف المد سكونا فقط فهذا مد لازم كلمي مخفف، إذا كان هذا الساكن الذي بعد حرف المد مشددا فهذا مد لازم كلمي مثقل، مثقل يعني مشدد، مخفف يعني غير مشدد. انتبهوا لهذه المصطلحات، هذه مصطلحات عامة، مخفف يعني غير مشدد، مثقل يعني مشدد لأن الشدة فيها ثقل. ننتقل إلى المد اللازم لما يكون في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور، مثلا حاميم حاميم حا، هذه هجاؤها على حرفين، حاء مفتوحة بعد ألف، هذه لا مد لازم فيها، هذا مد طبيعي، حاء بعد ألف فقط. لكن ميم ميم هذه هجاؤها على ثلاثة أحرف، ميم مكسورة وبعدها حرف مد وهو الياء هنا، وبعد الياء حرف ساكن سكونا أصليا وهو الميم، حا ميم هذه ميم وسكونها هو سكون أصلي، لأننا حتى لو وصلنا هذه الميم بما بعدها فإن الميم تظل ساكنة، مثلا حا ميم عين ميم عين، حتى إذا وصلنا لا تتحرك هذه الميم. الآن ميم عندنا ميم مكسورة بعدها ياء مدية وبعد الياء المدية عندنا ميم ساكنة سكون فقط، هذا مد لازم حرفي لأنه في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور مخفف لأن الحرف الساكن الذي
بعد حرف المد هو ساكن فقط ولا شدة عليه. مد لازم حرفي مخفف. أرجو أن إلى هنا أرجو أن يكون الكلام واضح. طيب نأخذ مثالا آخر، مثلا ألف لام ميم. ألف هذه جاء على ثلاثة أحرف، ألف همزة مفتوحة وبعدها لام مكسورة وبعدها فاء ساكنة، هذه لا مد فيها. ألف ألف لام هذه هجاء على ثلاثة أحرف، لام مفتوحة بعدها ألف وهو حرف مد طبعا وبعده ميم ساكنة. الميم هذه من لام بعدها ميم مكسورة، هي اللام من ميم آخر حرف من الحروف المقطعة هنا، ميم هجاؤها ميم مكسورة بعد حرف مد وبعده ميم ساكنة، لام آخرها ميم ساكنة، ميم أولها ميم مكسورة، يعني اجتمعت عندي ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، ميم ساكنة بعد ميم متحركة، ما الحكم هنا؟ الحكم هنا إدغام شفوي، يعني ندغم الميم في الميم فيصير النطق بميم مشددة. يعني الآن كيف أصبح النطق؟ أصبح النطق ألف هذه لا مد فيها، لام ميم، يعني لام هذه المد الذي فيها وهو الألف بعده حرف مشدد وهو الميم. من أين جاءت هذه الميم المشددة؟ جاءت من إدغام الميم الساكنة التي في آخر هجاء لام في الميم المتحركة التي هي أول هجاء ميم. فالآن المد اللازم في لفظ لام هو لازم حرفي لأنه في الحروف المقطعة في أوائل السور مثقل. لماذا؟ لأن الحرف الذي بعد حرف المد هو حرف مشدد، حرف مشدد، وبالتالي هذا التشديد هو ثقل، وهذا المد يسمى بالمد اللازم الحرفي المثقل. حاولت أن أبسط بقدر الإمكان وأكثرت الكلام مع أن الأمر سهل جدا. المد اللازم إما أن يقع في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور، وإما أن يكون في كلمة من الكلمات. إن كان في كلمة من الكلمات الحاقة الطامة الصاخة الضالين أتحاجوني، هذا مد لازم كلمي. إذا كان في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور فهذا مد لازم حرفي. ثم ننظر، هل الحرف الساكن الذي بعد حرف المد هل هو ساكن وفقط أم هو ساكن مشدد؟ إن كان ساكن فقط مثل محياي ميم فهذا مد لازم، إن كان في كلمة كلمي مخفف إذا كان سكون فقط، كلمي مثقل إذا كان مشدد. إذا كان في حرف من الحروف المقطعة في أوائل السور فهو مد لازم حرفي مثقل إذا كان الحرف الذي بعد حرف المد مشددا، أو هو مد لازم حرفي مخفف إذا كان الحرف الذي بعد الحرف الساكن هو بعد حرف المد هو حرف ساكن فقط غير مشدد. إذن أقسام المد اللازم أربعة: مد لازم كلمي مثقل، ومد لازم كلمي مخفف، ومد لازم حرفي مثقل، ومد لازم حرفي مخفف. كل هذه الأنواع وهي أربعة كلها تمد بمقدار ست حركات، يعني حتى من لم يستوعب الكلام الذي ذكرته عن أنواع المد اللازم لا يلتفت لهذا كله، فقط يكفيه أن يعرف أن حرف المد إذا جاء بعده حرف ساكن سكونا أصليا فإن كل القراء أجمعوا على مد هذا المد بمقدار ست حركات، يعني لأن هذا التقسيم لا يهمنا كثيرا، يعني التقسيم
سواء كان في كلمة أو كان في حرف، كان مخفف كان مثقل، هذا لا يؤثر على مقدار المد. المد مقداره ست حركات، سواء وقع في كلمة، وقع في حرف، مثقل كان أو مخفف. طبعا لما نقول هذا المد يمد بمقدار ست حركات، يمكننا أيضا أن نقول أن هذا المد يمد بمقدار ثلاثة أضعاف المد الطبيعي. يعني الآن لما أقول مثلا أخاطب شخص أمامي اسمه صالح مثلا، وأقول له يا صالح يا صالح، يا هذا مد طبيعي، يا صالح هذا أيضا مد طبيعي، هذا المقدار هو مقدار الحركتين. فإذا أردت أن أمد المد اللازم بمقدار ست حركات، وهذا الذي ينبغي لأن القراء أجمعوا على مده بمقدار ست حركات، ينبغي أن يكون هذا التطويل للمد هو ثلاثة أضعاف المد الطبيعي، ثلاثة أضعاف المد الطبيعي حركتين، خلاص ضعف الثاني والضعف الثالث تكون ثلاث حركات. ودائما أنبه لا ينبغي أن نبالغ في أزمنة المدن، لأنه يكثر بين القراء وبين حفاظ القرآن وبين محفظ القرآن وبين التالين هو مسألة المبالغة في مقادير المدود، لا ينبغي أن نبالغ. المعيار واضح، المد الطبيعي يمد بمقدار حركتين، المد الطبيعي هو الذي لا تقوم ذات الحرف إلا به، وسمي طبيعيا لأن صاحب السليقة السليمة لا يزيد عن مقداره ولا عن حده. يعني الآن أنا لما أحدث صالح أمامي وأقول له يا صالح، لا أحد يقول مثلا يا صالح، لا أحد يمد هكذا، صاحب السليقة السليمة لن يزد هذا المد على حده أو مقداره. فنقيس على هذا، لما نقول هذا مد متصل يمد بمقدار أربع حركات يعني ضعفي المد الطبيعي، لما نقول هذا مد لازم يمد بمقدار ست حركات يعني ثلاثة أضعاف المد الطبيعي، ينبغي أن نعتني بهذا المعيار وهذا المقدار الذي هو الحركة، والحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بالحرف المتحرك مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، وهذا المعيار شرحته وبينته شرحا وافيا كافيا في أكثر من حلقة من حلقات هذا البرنامج. الآن عرفنا المد اللازم وعرفنا أقسامه وعرفنا مقداره، هناك أمر مهم جدا ينبغي أن نتحدث عنه وينبغي أن يعني نوضحه، وهو الحروف المقطعة في أوائل السور. هذه إن شاء الله أرجئها للحلقة القادمة، أما الآن فنكتفي بهذا القدر من المادة العلمية. الآن نخرج إلى فاصل قصير، بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية ونفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد، فحياكم الله. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تعشيرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. تلاوتنا في هذه الحلقة من الآية 64 بعد 100 إلى الآية 70 بعد 100 من سورة الأعراف. إن شاء الله أتلو التلاوة المنهجية وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين صدق الله العظيم. نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته لنقيمها له أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد أجيبه إن شاء الله إذا كانت لدي إجابة. معنا رفيدة، أهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا رفيدة. يا شيخ بنقرأ أنا أختي. تمام، اقرأي أولا وبعدين أختك. شن اسمها أختك؟ فاطمة. فاطمة ما شاء الله، اتفضلي يا رفيدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة أظهري التاء لا تدغمها في الظاء وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين صدق الله العظيم. ما شاء الله، بارك الله فيك يا رفيدة، قراءة جيدة، نسأل الله أن يزيدك توفيقا. لي ملاحظة سأذكرها لك لكن بعد أن أستمع إلى قراءة فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا فاطمة. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا فاطمة، ما شاء الله قراءة جيدة، نسأل الله أن يزيدك توفيقا. أختنا رفيدة، وكم قصمنا من قرية؟ أولا انتبهي لحرف الميم. قصمنا، هذه الكلمة في أولها قاف مفتوحة وبعد القاف المفتوحة عندنا صاد ساكنة، والقاف والصاد هما حرفان مستعليان مستحقهما التفخيم قصمنا، لكن بعد أن ننتهي من الصاد الساكنة المفخمة ننتقل إلى الصاد قصمنا، الصاد مفتوحة قصمنا، بعد أن ننتهي من الصاد المستعلية المفخمة الصاد المفتوحة ننتقل إلى الميم الساكنة، والميم هي حرف مستفل مستحقه الترقيق، يعني لا يصح أن نقول وكم قصمنا قصم ميم أم، هذه ميم ساكنة ميم مفخمة والعرب لا تفخم الميم أبدا، قصمنا قا ص قصنا، ثم بعد أن ننتهي من الميم من الصاد المفتوحة المستعلية وهي في أعلى مراتب التفخيم لأنها صاد مستعلية وهي مطبقة وأيضا مفتوحة فهي في أعلى المراتب، بعد أن نفخمها ننتقل إلى ميم مستفلة ولا نترك هذه الميم المستفلة تتأثر بجارتها الصاد المستعلية المفخمة.
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، كانت ظالمة، عندنا تاء وبعدها ظاء، وهما حرفان متقاربان لأن التاء هي من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والظاء هي من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، هما حرفان متقاربا، لكن لا ندغم التاء في الظاء هنا، لا نقول كان الظالمة، الصواب كانت ظالمة، نعطي التاء حقها من السكون ومن الصفات، ثم ننتقل إلى ظاء مفتوحة. معنا اتصال، أهلا وسهلا يا عبد الحي. عبد الحي إن كنت في الاستماع تفضل. أقرأ يا عبد الحي. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان فلينظري، الراء مكسورة، فلينظري الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصلح، إنه لقول الفصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا، وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الحي، قراءة جميلة، نسأل الله أن يوفقك. نذكر الخلفة في هذه الصفحة التي تلوناها، عندنا في الآية 65 بعد 100، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس. يقرأ نافع رحمه الله تعالى برويه قالون وورش، وأيضا أبو جعفر، أبو جعفر المدني يقرأها بيس هكذا بالياء بيس. أيضا عندنا في الآية 69 بعد 100، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، أبو عمرو رحمه الله يقرأها بياء الغيبة أفلا يعقلون. أما نافع وحفص رحمهما الله فهم يقرؤون بقراءة من قرأها بالتاء أفلا تعقلون بتاء الخطاب. أيضا عندنا وإذ تأذن، وإذ تأذن بإدغام الذال في التاء يقرأ البصري، ينتبه لهذا إخواننا الذين يقرؤون برواية الدوري. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله يسره لمن يتلوه، كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا.